في بعض الولايات الأمريكية وغيرها من البلدان التي تفرض عقوبة الإعدام بشكل قانوني، توجد عادة مثيرة للاهتمام للمجرمين المحكوم عليهم بالإعدام: الوجبة الأخيرة الشهيرة. يتم منح المجرمين الفرصة لاختيار أي طعام وشراب من اختيارهم ضمن قواعد معينة عشية إعدامهم. إليكم بعضا من أغرب الوجبات التي تم تسجيلها على الإطلاق. رقم 20. فيكتور هاري فيوجر. في عام 1963 حكم على فيكتور هاري فيوجر البالغ من العمر 28 عاما بالإعدام شنقا بتهمة الاختطاف والقتل. للحصول على وجبته الأخيرة كان لدى الشاب طلب واحد فقط: زيتونة واحدة مع النواة. بعد إعدامه تم العثور على نواة الزيتونة داخل جيب بدلة فيوجر، مما ساهم في الاعتقاد السائد بأنه كان ينوي أن يدفن بجانبها لكي تنبت شجرة الزيتون التي تعتبر رمز السلام جانب قبره. بالنسبة لمجرم خطير هذا شعور مؤثر تقريبا. رقم 19. جيرالد لي ميتشل. كانت الوجبة الأخيرة لجيرالد لي ميتشل أكثر حلاوة من وجبة فيوجر. بينما كان ينتظر لحظاته الأخيرة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، لم يكن لدى ميتشل سوى شيء واحد في ذهنه عندما وصل الأمر إلى وجبته الأخيرة: كيس متنوع من حلوى جولي رانشر. بعد الانتهاء من الكيس بالكامل قبل مواجهة الستار الأخير، من الآمن القول أن هذا المجرم كان ينوي الموت بالسكري. رقم 18. لورنس راسل بروير. في حين أن البعض لديهم فكرة واضحة عن آخر شيء يريدون أكله، فإن البعض الآخر مدلل تماما للاختيار. للاستفادة الكاملة من هذه الفرصة غير العادية، قرر القاتل المدان والعنصري الأبيض لورنس راسل بروير الانغماس في وليمة هائلة في عام 2011، وطلب شريحتي دجاج مقلي مع الصلصة والبصل، برجر ثلاثي باللحم المقدد والجبن، عجة الجبن مع اللحم البقري المفروم والطماطم والبصل والفلفل الحار والحلو، ثلاثة فاهيتا، بيتزا مليئة باللحم، وعاء من البامية المقلية، رطل من اللحم المشوي مع نصف رغيف خبز أبيض، فاج زبدة الفول السوداني مع فول سوداني مطحون، ونصف لتر من الآيس كريم، كل هذا مصحوبا بثلاث جعات. في نهاية الأمر وكسخرية أخيرة لنظام العدالة، رفض بروير أكل لقمة واحدة عندما وصلت هذه الوجبة مدعيا أنه لم يكن جائعا. كان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس جون ويتماير غاضبا للغاية، لدرجة أنه قرر حظر طلب الوجبة الأخيرة في ولايته. لذا فإن سجناء المحكوم عليهم بالإعدام في المستقبل عليهم لوم لورنس راسل لأكلهم وجبة السجن العادية. رقم 17. جون وين جيسي. مجرم آخر استفاد من طلبه الأخير لوجبة طعامه هو القاتل المتسلسل سيء السمعة جون وين جيسي، والمعروف باسم المهرج القاتل بوغو. لتناول العشاء الأخير طلب جيسي 12 جمبريا مقلي دلوا من الوصفة الأصلية لكنتاكي، البطاطا المقلية، ورطلا من الفراولة. قبل إدانته كان جيسي قد أدار 3 مطاعم كنتاكي في مسقط رأسه في مدينة ووترلو، ومن الواضح أنه لم يمل أبدا من هذا الأكل الشهي. رقم 16. جون سبانكلينج. بالنسبة للبعض الطعام ليس هو الأولوية على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بتقديم طلب أخير. كان سبانكلينج يعرف سابقا بأنه يشرب الخمر بكثرة وقد نفى إعداد أي طعام خاص، لكنه طلب بدلا من ذلك قارورة واحدة من جاك دانيلز والتي شاركها مع مدير السجن. بعد وفاته تمت مراجعة أحكام الوجبة الأخيرة في ولاية فلوريدا لاستبعاد الكحول تماما، لأنه يبدو وكأنه لم يحس بشيء في الكرسي. رقم 15. إيلين وورنوس. طلبت إيلين وورنوس أيضا مشروبا قبل التقاط أنفاسها الأخيرة في عام 2002، ولكن من نوع مختلف. كان كل ما أرادت هو فنجان واحد من القهوة السوداء. قد يبدو أن هذا الطلب كان طريقتها في قول: لا تفكر حتى في قتلي قبل أن أتناول قهوتي الصباحية. ولكن في الواقع كان لدى وورنوس دوافع أكثر جنونا. في الواقع لم تصدق أنها ذاهبة إلى أي مكان لفترة طويلة، حيث كانت كلماتها الأخيرة سيئة السمعة: أود فقط أن أقول إنني أبحر مع الصخرة وسأعود مثل عيد الاستقلال مع المسيح يونيو السادس. من الآمن القول إنها لم تظهر بعد. رقم 14. ريكي راي ريكتور.
يبدو أن لدى ريكي ريكتور دوافع مماثلة عندما يتعلق الأمر بوجبة طعامه الأخيرة. كان ريكتور قد طلب وجبة لذيذة تتكون من شرائح اللحم والدجاج المقلي وعصير الكرز، يليها شريحة من فطيرة البقان، لكنه ترك تحليته بدون مساس. عندما سئل عن سبب تغييره لرأيه بشأن التحلية اللذيذة، قال ريكتور ببساطة إنه يحتفظ بها لوقت لاحق، سواء كان ذلك نكتة ساخرة أو تلميحا شريرا إلى أن عودته في الآخرة وشيكة أمر متروك لك تماما. رقم 13، تيموثي ماكفي. ما طلبه هذا القاتل الأحمق باعتباره آخر وجبة له قد يفاجئك. بالنظر إلى خطورة جرائمه، كل ما أراد ماكفي أن يأكله قبل إعدامه في عام 2001 كان مكيالين من الآيس كريم بالنعناع، على الرغم من أنه كان من غير الواضح ما إذا كان أحدهم قد ظل باردا بينما كان ينهم الأول أو ذاب ببساطة في بركة بجانبه. لنكون صادقين، بالنسبة لقاتل مسؤول عن 168 حالة وفاة بريئة، حتى الآيس كريم المذاب يبدو كريما للغاية. رقم 12، ديفيد ليون وودز. قضى القاتل المدان ديفيد ليون وودز 22 عاما في انتظار تنفيذ حكم الإعدام قبل إعدامه في 4 مايو من عام 2007 في ميشيغان إنديانا. عندما جاءت اللحظة العصيبة أخيرا، كان لدى وودز طلب بسيط إلى حد ما لتناول وجبته الأخيرة. اختار بيتزا عادية وكعكة عيد ميلاد كاملة، وكلاهما شاركه مع عائلته. كما اتضح كان عيد ميلاده في الواقع بعد 3 أشهر من إعدامه، ولكن طبعا لا يمكن للمجرمين أن يختاروا. رقم 11، توماس جي جراسو. لم يكن توماس جي جراسو الأذكى في هذه المجموعة، وعندما جاء يوم الحكم في عام 1995 عكس طلبه الأخير للوجبة خيارات حياته المشكوك فيها. لقد طلب عددا هائلا من الأطعمة باهظة الثمن، مثل 10 من المحار المطهوي على البخار، 6 أضلاع مشوية، برجر كينج مزدوج بالجبن، و2 من مخفوق الحليب بالفراولة، جنبا إلى جنب مع علبة سباغيتيو مقدمة في درجة حرارة الغرفة. عندما وصلت وجبة جراسو، تم تقديم سباغيتي وكرات اللحم بدلا من ذلك، وهو خطأ لم يسامحهم عليه أبدا، حيث كانت كلماته الأخيرة: لم أحصل على سباغيتيو الخاصة بي، حصلت على معكرونة عادية، أريد أن تعرف الصحافة بهذا. رقم 10، ستيفن وين أندرسون. ليس جراسو هو الوحيد الذي ألقى بمكون يبدو عشوائيا في المزيج عند تحضير الوجبة النهائية المثالية. كان ستيفن وين أندرسون مجرما مميتا جدا، لكن خياراته الغذائية كانت مثيرة للاهتمام على أقل تقدير. قبل إعدامه في كاليفورنيا في عام 2002، طلب الرجل البالغ 48 عاما شطيرتين من الجبن المشوي، وعاء من جبن قريش وخليط الذرة وفطيرة الخوخ والآيس كريم برقائق الشوكولاتة، حصة كبيرة من الفجر على الجانب. رقم 9، بيتر جي مينيال. يمكن للقاتل المدان بيتر جي مينيال أن يزيح لورنس راسل من أعلى القائمة مقابل واحدة من أكبر الطلبات التي صدرت في طابور الإعدام على الإطلاق في عام 2004. اعترف مينيال بجرائم القتل والسرقة التي ارتكبها، وكان صريحا حول كونه مستعدا لدفع الثمن، ولكن ليس قبل أن يلتهم هذا الطلب الهائل. طلب 20 سندويشة لحم بقري، 20 انشيلادا لحم بقري، 2 دبل تشيزبرجر، بيتزا مع الفلفل الحار، دجاج مقلي، سباغيتي بالملح، وتحلية متواضعة مكونة من نصف كعكة شوكولاتة، نصف كعكة فانيليا، كوكيز وآيس كريم، آيس كريم بالكراميل والفاج والبقان، وكعكة فواكه صغيرة. وللشرب كان لديه أيضا 2 من الكوكاكولا وبيبسي والجعة وعصير البرتقال. ربما كان ينوي تفجير نفسه بطريقة هنري الثامن قبل مواجهة الإعدام. رقم 8، فيلما بارفيلد. أصبحت هذه الجدة اللطيفة تعرف باسم الجدة المحكوم عليها بالإعدام. كانت فيلما بارفيلد أول امرأة تعدم في الولايات المتحدة خلال 22 عاما عندما أعدمت بحقنة مميتة في عام 1982، ولكن ليس قبل أن تحصل على وجبة أخيرة. قد يكون ما تتوقعه هو فنجان شاي وشريحة من كعكة القهوة أو كعكة فواكه، ولكن كل ما أرادته بارفيلد هو علبة من تشيز دودلز وقنينة كوكا. ولكن بالنسبة لسيدة مسنة مسيحية متدينة قتلت أيضا 6 أشخاص، ما الذي يمكنك توقعه حقا؟ رقم 7، روبرت ألتون هاريس. عندما تطلب وجبتك الأخيرة في طابور الإعدام، من المهم تغطية جميع القواعد. ولماذا تتألم بشأن اختيار الوجبات السريعة التي يمكنك الحصول عليها عندما يمكنك الجمع بينها كلها؟
هذا هو بالضبط ما فعله القاتل روبرت ألتون هاريس في عام 1992 عندما طلب دلوا كاملا مكونا من 21 قطعة من كنتاكي واثنين من بيتزا دومينوز الكبيرة جنبا إلى جنب مع 6 عبوات بيبسي مع الآيس كريم وكيس من الحلوى للتحلية وعلبة من السجائر. يتم تذكر هاريس كثيرا لكلماته الأخيرة على الرغم من أنها كانت: يمكنك أن تكون ملكا أو كناسة شوارع لكن الجميع يرقصون مع حاصد الأرواح. شاعري نوعا ما بالنسبة لمجرم متمرس، ألا تعتقد ذلك؟ رقم 6. روني لي جاردنر. لقد استخدم الكثير من المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام وجبتهم الأخيرة كفرصة لاتخاذ خيارات ذكية، وكان روني لي جاردنر مصمما بالتأكيد على جعل جلوسه يدوم لأطول فترة ممكنة. لم يفرط في طلب شريحة لحم، ذيل الكركند، فطيرة التفاح مع آيس كريم الفانيليا وسيفن أب، ولكن كان لديه أيضا طلب آخر لمشاهدة ثلاثية السيد الخواتم أثناء تناولها، والمثير للدهشة أنه تم السماح لجاردنر بالقيام بذلك. ومع وقت تشغيل مدمج لأكثر من 11 ساعة يجب أن تكون هذه أطول وجبة أخيرة على الإطلاق. رقم 5. فيليب وركمان. كان النهم هو آخر ما يدور في ذهن فيليبس عندما طلب وجبته الأخيرة. كان طلبه الأخير هو تقديم بيتزا نباتية كبيرة إلى شخص مشرد عشوائيا، لكن مسؤولي السجن رفضوا ذلك ولم يأكل شيئا. في منحى مفاجئ في يوم وفاته في 9 من مايو، تلقت ملاجئ المشردين في تينيسي كميات كبيرة من البيتزا النباتية من الناس في جميع أنحاء البلاد، لذلك على الأقل قام بعمل صالح قبل وفاته. رقم 4. أنجل نيفز دياز. ربما يكون فيليب وركمان قد جاع بسبب طلبه الغريب غير الأناني، لكن أنجيل نيفيس دياز رفض عمدا وجبته الأخيرة نظرا لأنه لم يأمر بأي شيء خاص، فقد تم تقديم قائمة السجن الخاصة بيوم الأربعاء المعتادة من الديك الرومي المبشور مع توابل التاكو والجبن والأرز، الفاصوليا، رقائق التورتيا، تفاح مقرمش وآيس كريم. وبقدر ما يبدو هذا لطيفا بشكل مدهش، رفض دياز تناول ذلك أيضا، وفي كلماته الأخيرة أدان عقوبة الإعدام باعتبارها شكلا من أشكال الانتقام، ولكنه أيضا عمل جبان من قبل البشر. رقم 3. أوبا تشاندلر. في آخر وجبة لأوبا طلب شطيرتي سلامي على خبز أبيض مع الخردل وزبدة الفول السوداني وشطيرة معجون العنب على خبز أبيض مع الشاي المثلج وقهوة. واو، هذا حقا الكثير من الخبز. رقم 2. روبرت ديل كونكلين. من الواضح أن كونكلين كان له ذوق باهظ الثمن عندما طلب فيلي اللحم ملفوفا باللحم المقدد، روبيان منزوع العروق مقلي في زبدة الثوم مع الليمون، بطاطس مخبوزة مع كريمة حامضة، ثوم معمر وقطع لحم مقدد حقيقي، الذرة، هيليون مع صلصة هولنديز، خبز فرنسي مع الزبدة وجبن الماعز والشمام وآيس كريم الفانيليا والشاي المثلج. رقم 1. جيمس إدوارد سميث. كان لدى هذا المجرم المدان أحد أكثر طلبات الوجبة الأخيرة غربة التي تم تسجيلها على الإطلاق. عندما جاء الوقت لطلب الوجبة الأخيرة في عام 1990 كان كل ما أراده وقطعة من التراب، على الرغم من أن البعض قد تكهن أنه كان ينوي بالفعل تناول الأوساخ، إلا أن آخرين اقترحوا أنه كان يخطط لأداء طقوس الفودو حيث تم تحديد التربة على أنها نوع ريكوندا المرتبط بالسحر، نظرا لأن التربة لم تكن مدرجة في قائمة الأطعمة التي تسمح بها قواعد السجن، فقد تم رفض طلب سميث وحصل على كوب من الزبادي بدلا من ذلك، وهو بالطبع البديل المعقول الوحيد. إذن ما الذي كنت ستطلبه إذا كنت في وضعهم؟ وما هي الوجبة التي أثارت اهتمامك أكثر؟ أخبرني في التعليقات أدناه، وشكرا للمشاهدة.